موضوع الاستحمام، وبالذات مع اننا في فصل الصيف، في ناس تقول لا الاحسن ما حموش كل يوم، وبالذات بقى لو في تكييف وفي الكلام ده كله. وكمان يعني المعلومات بقى ان التكييف يا ترى يشغلوه الام بالليل ولا لا، وفترات النهار في الوقت الصعب اللي هو من الساعه 12 مثلا للساعه 4. ففي اقاويل كثيره في الموضوع ده، وبالذات ان كمان بره يعني دلوقتي ابتدوا الطفل مجرد انه يتولد ما بيستحماش على طول، هو لا الماده اللي عليه دي يقول لك مفيده جدا وبتعمل مناعه. يا ترى فعلا المعلومه دي صح؟ في اطباء يقولوا لا دي حاجه مضره ولازم تتنظف على طول، في ناس يقولوا لا لازم تعدي مثلا 8 ساعات ولا اي حاجه وبعد كده تتشال. فايه الصح وايه الغلط وايه اللي يفيد الطفل هو هنبدأ القصة من من بداية اول بقى الولادة. الولاده؟ هو الطفل اول ما بيتولد المفروض فعلا طبيا يعني ما بنعملوش بوشنج او استحمى غير بعد 24 ساعة. يعني دوك بس يشيلوا الناحيه اتجاه الفم والعين وبس، بيشيل بيمسح عينيه، بيشيل الافرازات اللي في الانف في الفم، بعد كده بيعمل دراينينج بحاجه يعني قماشه ناشفه. لكن الطبقه اللي انت بتقول عليها دي بتبقى طبقه هلاميه بيضه كده. أيوة. دي مهمه جدا، لها فايدتين. الفايده الاولانيه انها بتحافظ على حراره الطفل، يعني انا لو شلتها بسرعه بيحصل له هايبوثيرميا اللي هو انخفاض في درجه الحراره. تاني حاجه الماده دي الكونتنت بتاعها فيها حاجه يعني تعتبر زي مضاد حيوي، حاجه مضاده للبكتيريا، مضاده للبكتيريا والفيروسات. زي ايه؟ انت بتدي له انتي بيوتيك بس ده جاهز نازل بيه، نازل بيه نازل طبيعي. فعشان كده هو غالبا الحاجه دي الطبقه دي بتتساب في الفتره الاولانيه على الفايدتين، انها بتساعد حفاظ على درجه حراره الطفل، وفيها مواد حاجه انتي بيوتيك او انتي بودي ضد البكتيريا، دي حاجه من عند ربنا. فعشان كده المفروض بيتساب اول 24 ساعه، في ناس بيقولوا 8 ساعات 12 ساعه، بس هو غالبا افضل اول 24 ساعه. بعد كده انت ايه غالبا ما بتغمرش في الميه عشان احنا عندنا السره لسه مقطوعه. ايوه. فانا دايما بنبقى حريص ان يحصل فيها جفاف عشان تلتئم بسرعه وما تبقاش سورس للانفكشن. انها تبقى طريه ويتكون عليها لكن اما بيجي عليها ميه كتير طبعا بتبقى طريه وبتبقى سورس للانفكشن، وانا مهم جدا ان يحصل لها هيلينج بدري، لان دي المكان اللي هو اوبن لبره، فلازم ايه بيحصل التئام يتقفل بسرعه. فعشان كده انا بنأخر اللي هو الغمر في المية او التشطيف الكامل ده بعد نزول السرة والتئام السر. نزول السرة معلش يا دكتور في خلال قد ايه؟ يعني بتختلف من طفل للتاني، يعني بتبدا مثلا من اسبوع 10 ايام، في اطفال بتاخر 15 يوم. بس هو اللي بيتاخر كتير لا غالبا بيبقى فيه سبب انفكشن او حاجه اللي هو ايه التهابات. بالنسبه او الام ما طهرتش المكان ده بشكل جيد او سقسقت زي ما بيقولوا فعلا. لا هو بيتغير عليها 3 مرات في اليوم بكحول عادي 70% او بتدين، بس بيتغير عليها باستمرار، ودايما بتبقى دراي، لازم نخليها دراي جافه، لان في بعض الامهات بيحصل غلطات ان السره نفسها بالمشبك بيدخلوها جوه البامبرز، فبيجي عليها بيرشح عليها البول، طبعا في مواد كيماويه وبتخليها طريه وياخد انفكشن، وده غلط. المفروض السره بره البامبرز ودايما دراي، فعشان كده بناخر بره الحفاضه يعني. بره الحفاضه فعشان كده بناخر الاستحمام اما السره تنشف. بس احنا بنعمل له ايه اللي هو حمام اسفنج، يعني انت بتجيب اسفنجه كده بتعصي تعصيها ميه او اي شامبو، بتغسلي منطقه البول والبراز باستمرار طبعا، وده تشطيف ما بيتمنعش. بعد كده اما السره بتقع انا بندي الطفل بيستحمى عادي بس مش يوميا، هو المفروض يعني في السنه الاولانيه 3 ايام في الاسبوع، لان الطفل حتى في الصيف يا دكتور حتى في الصيف هقول لحضرتك ليه. الطفل دايما بكميه العرق اللي بيفقدها عن طريق الجلد مش زي الكبار، بتبقى قليله، فمعظم فقدان السوائل عنده عن طريق اليورين والاستو اللي هو البول والطبقه بس البول اكتر. فعشان كده كتر الاستحمام بالنسبه للطفل يوميا ممكن يؤدي الى جفاف الجلد، ودي حاجه برضو ايه في ناس كتير مش فاهمها ومش عارفاها، هو مش عارفاها. فهو الافضل في الفتره الاولانيه اللي هو 3 ايام في الاسبوع، عشان هو بيتعامل مش زي الكبار، مش بيفقد عرق كتير غير الكبار بقى بيفقد عرق كتير، لكن هو معظم البول بتاعه هو بيفقد البول عن طريق البول اكتر يعني.